السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة ليرن لاب. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يجيلكوا كل جديد. هنبدأ إن شاء الله مجموعة فيديوهات بسيطة تخص شرح الكلينيكال كيمستري، وهنلخصها في الآتي: ليفر فانكشن، رينال فانكشن، مينرال أند بون ميتابوليزم، إلكترولايتس، وأخيرا يورين أناليسز. هنبدأ بالليفر فانكشن، وهي وظائف الكبد. والكبد من أهم الأعضاء في الجسم، لأنه بيقوم تقريبا بـ500 وظيفة، ومنها أنه بيخلص الجسم من السموم. وإحنا عشان نقدر نقيم كفاءة الكبد بنشوف الوظائف بتاعته وهل هي طبيعية ولا لا. والوظائف بتاعته هي توتال بيلروبين، دايركت بيلروبين، اندايركت بيلروبين، اس جي بي تي أو ألانين أمينو ترانسفيريز ALT، SGOT أو أسبرتات أمينو ترانسفيريز واختصاره AST، ألقلين فوسفاتيز واختصاره ALB، جاما جلوتاميل ترانسفيريز GGT، توتال بروتين، وأخيرا الألبومين. هنبتدي بالبيلروبين، وهو مركب بيساعد في عملية الهضم، وبنسميه بالصفرة لأنه لما بيزيد في الجسم بيترسب في العين والجلد والأغشية المخاطية وتحول لونهم للون الأصفر. طيب تعال نشوف المسار بتاعه وبعدين نعرف الحالات اللي بيزيد فيها. بيبتدي عندنا من تكسير كرات الدم الحمراء، والكلام ده بيتم إمتى؟ زي ما احنا عارفين إن عمر كرات الدم الحمراء الطبيعي 120 يوم. بعد 120 يوم بيقوم الميكروفاج بابتلاع كرات الدم الحمراء، والنظام ده بنسميه ريتيكيو اندوثيليال سيستم RES، وده بيتم بالأخص في الطحال. بيخرج لنا البيلروبين من الطحال ويرتبط بعد كده بالألبومين. في الحالة ديت بيكون اسمه Unconjugated Bilirubin أو Indirect Bilirubin، والنوع ده من البيلروبين بيدوب في الدهون لكن ما بيدوبش في المية. هيشيلوا الألبومين ويوديه على الكبد، وهناك هيسيب الألبومين ويرتبط بمركب تاني اسمه جلوكورونيك أسيد، وفي الحالة دي هيكون كونجوجيتد بالروبين أو دايركت بالروبين، والنوع ده بقى بيدوب في المية. الجزء الكبير منه بيمر مع العصارة الصفراوية للأمعاء الدقيقة، وهناك عن طريق البكتيريا بيتحول إلى مادة اليوروبايلين، وهي دي المادة اللي بتدي البراز لونه البني. وجزء صغير من البيلروبين بيروح على الكلى وتتخلص منه في البول على شكل يوروبايلونوجين، وده اللي بيدي البول اللون الأصفر بتاعه. طيب تعال نعرف المعدلات الطبيعية للبيلروبين في الدم. هنلاقي ان التوتال بيلروبين الطبيعي بتاعه لحد 1 ميلي جرام على الديسيليتر، والدايركت بيلروبين 25 من 100 ميلي جرام على الديسيليتر، والإندايركت بالروبين بيكون لحد 75 من 100 ميلي جرام على الديسيليتر. طيب إمتى الصفرة عندنا بتبان على العين والجلد زي ما قلنا في أول الكلام؟ لما يزيد نسبة التوتال بالروبين عن 3 ميلي جرام على الديسيليتر، وبنسمي الحالة دي جوندس أو اليرقان. طيب تعال نعرف أسباب ارتفاع البيلروبين. هايبر باليوروبينيميا. ناخد الأول أسباب زيادة الصفرة عند حديث الولادة. هنلاقي إن الأم أثناء الحمل بتقوم المشيمة بتخليص الطفل من الصفرة، وبعد ما بيتولد بيقوم كبد الطفل بالوظيفة دي. فهنلاقي عندنا أسباب طبيعية بتزود الصفرة، وهي إن الطفل ما عندوش أي مشكلة، لكن في الأيام الأولى من حياته بيكون صعب على كبد الطفل إن هو يتخلص من الصفرة، فبتبدأ تزيد في الجسم. في ملحوظة هنا، النسبة الحرجة في الحالة دي بتكون لحد 15 ميلي جرام على الديسيليتر. في الوقت ده الطفل بيحتاج يدخل حضانة ويكون تحت الملاحظة. في أسباب تانية مرضية بتعلي الصفرة عند حديث الولادة، بس دي بيكون من الصعب تحديدها في البداية، زي الهيموليتك RH ديسيز، ودي بيحصل فيها تحلل لدم الطفل وبيكون بسبب إن RH الأم سالب والطفل موجب، فبيحصل ان مناعة الام بتهاجم دم الطفل فبيحصل تكسير في كرات الدم الحمراء. وفي الحالة دي اللي بيزيد مع التوتال بيلروبين
الانكونجوجيتد بالروبين indirect بالروبين. السبب التاني اللي عندنا ضعف وظائف الكبد، وده عبارة عن ان الكبد لا يعمل بكفاءة وبيكون نتيجة عدوى او اي عوامل اخرى. نيجي بقى للبالغين، احنا عارفين ان الصفرة لها مراحل قبل الكبد وفي الكبد وبعد الكبد، فهنقسمها لثلاث حاجات: بري هيباتيك، ودي بتكون المشكلة من قبل الكبد، ومن اسبابه الهيموليتيك انيميا، وده نوع من انواع الانيميا بيزيد فيه تكسير كرات الدم الحمراء، ونعرف بالتفصيل ان شاء الله انواع الانيميا لما نيجي نتكلم عن الهيماتولوجي. النوع الثاني هيباتيك بيلي، وده بيكون المشكلة في الكبد نفسه، ومن اسبابه جيلبرت سندروم، هو اضطراب وراثي بيخلي الكبد ما يقدرش يتخلص من البيليروبين والهيباتيتس، وده بيكون بسبب الإصابة ببعض فيروسات الكبد الوبائي. والسيريروسيز، وهو تليف الكبد، وده بيكون بسبب هيباتو سيلولار دامج، ومن أشهر مسبباته شرب الكحوليات وبعض الإصابة بفيروس سي. وهنا برضه هنلاقي اللي بيزيد مع التوتال بيليروبين الاندايركت بيليروبين. نيجي للنوع الثالث بيلري اوبستراكشن، وهو الانسداد المراري، وبيكون نتيجة لأسباب كتير منها جالستونز، وهي كثرة الإصابة بالحصوات المرارية، هيباتو سيلولار كارسينوما، وهي سرطان الخلايا الكبدية، كانسر هيد اوف بانكرياس، وده كانسر بيسيب جزء معين في البنكرياس. وهنلاقي برضو ان السيريروسيز من أسباب الانسداد المراري. وهنا اللي بيزيد مع التوتال بيليروبين الكونجيوجيتد بيليروبين دايركت بيليروبين. عندنا برضو حاجات طبيعية ممكن تزود الصفرة، منها ان في بعض الأدوية بترفع نسبة الصفرة في الدم زي الأسبرين وأقراص منع الحمل وبعض المضادات الحيوية، لو عايزين تعرفوها هتلاقوها في الديسكريبشن. نيجي بقى لطريقة عمل التحليل في المعمل. ممكن نقيس الصفرة في البول، وده بيكون تحليل كواليتيتيف، يعني نوعي ما بيحددليش نسبة، وبنستخدم فيه محلول اليود او الكيميكال ستريب، وبنقيسه برضه في البلازما او السيروم، وده بيكون تحليل كوانتيتيتيف، وده بيحددلي نسبة الصفرة في الدم. والطريقة اللي بنستخدمها علشان نقيس بيها اسمها داي ازو ميثودز، ولازم نخلي بالنا ان العينة مش هيموليسيز، ما حصلش فيها تكسير في كرات الدم الحمراء نتيجة للسحب الخاطئ او التعامل مع العينة الخاطئ، ولا نعرضها للضوء، لان السببين دولت بيقللولي نسبة البيليروبين وبيدينا نتيجة خطأ طبعا. وبنقيس على جهاز الفوتوميتر، وبيكون عند طول موجي 454 نانومتر، وممكن نحفظ العينة في الفريزر لمدة 3 ايام. وبكده يبقى خلصنا البيليروبين. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واستنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله، والمصادر هتلاقوها تحت الفيديو. اعداد محمد عبد السلام، تقديم واخراج مصطفى ربيع.